نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها امبارح كانت الحاجة اللي خاصة بإيه؟ كنا اتكلمنا في اللوكيت، وقلنا كنا واقفين في الجزئية الناقصة اللي كانت بتاعتنا، كانت جزئية الإيه؟ الفاين. تمام؟ تمام. آخر زمان القضية كانت واقفة، المفروض إن إحنا كنا اتكلمنا امبارح، جميل، الثيرد بوينت بتاعتنا اللي هي كانت بتتكلم عن الإيه؟ فايند ولوكيت، تمام، كومنز، جميل، وإن الكومنز دي بتستخدم عشان تعمل عملية سيرش، تمام، على أي فايل أو إيه أو دايركت، جميل. وهنا كانت عندنا أول حاجة اللي هو الأمر اللوكيت، دوت الميزة اللي فيه إن هو فاستر، سريع جدا، بس المفروض ان الامر دوت بيعتمد على ان انت بتعمل ابديت في الداتا ايه بيس. الصوت يا جماعه موجود ولا راح؟ انا بس موطي المايك شويه عشان خاطر ما يبقاش في زبزبه في الصوت. تمام، قلنا ان امر اللوكيت دوت ده بيعتبر فاستر شويه، سريع جدا عن امر الفايند، بس ده بيعتمد على ان انت بتعمل حاجه اسمها ابديت للداتا بيس بتاعت السيستم بتاعك، زي ما ايه شفناها مع بعض امبارح. تمام، وقلنا امر الفايند ممكن يكون يعني ميديم في السرعه بتاعته، بس بيحتوي على كميه فيتشرز ووظائف ممكن تسيرش من خلالها احسن من ايه؟ من اللوكيت. اللوكيت اخره بيجيب لك الفايل بسرعه رهيبه، تمام، بس ده بيعتمد ان انت تكون عامل ابديت الاول تبيز، انما الفايل السرعه بتاعته بتكون شبه متوسطه شويه، تمام، بس بيحتوي على ايه؟ على كميه فيتشرز زياده جدا. تمام، وقلنا امبارح ايه؟ زي ان انت ممكن تعمل سيرش من خلال السايز او التايب، سواء قلنا لو فايل بياخد اف، لو دايركت دي، لو بلوك ديفايس كاركتر ديفايس سي، لو بايبنج بي، لو سوكت اس، لو سوفت لينك او شورت كات ال. تمام، بالاضافه ان انت ممكن تعمل برضه سيرش من خلال النيم، اسم معين، اسم معين، تمام، او من خلال الاي تايم اللي هي الاكسس تايم، او من الام تايم النوتيفيكيشن تايم، او السي تايم اللي هو الكريشن تايم. تمام، وحاجات طبعا كتيره جدا معانا. تمام، جميل. سريعا كده نيجي نطبق اللي احنا قلنا عليه ده. انت عندك على السيستم اللي اسمه فايل ايه 10، تمام، حاجه اقول له لوكيت في اي مكان فايل 10، قال لك سلاش هوم سلاش ويزك ايه فايل 10. طب بص، انا هروح مثلا وليكن على المسار ام ان تي، خلاص، واقول له لوكيت فايل 10، تمام، يعني واقف في اي مكان هو بيلوكيت فين في السيستم على ايه؟ على الفايل اللي مسمى ايه؟ فايل ايه 10. جميل، انا هكاري فايل جديد، هقول له تاتش وليكن هسميه فايل 80، سوري عشان انا في الانميتي للاسف. تمام، حاجه اقول له تاتش فايل 80، واقول له لوكيت فايل 80، ما جابوش. ليه؟ لازم في الحاله دي اعمل امر اسمه ابديت دي بي، واللي بيعمل الامر دوت يابديت الداتا بيز بتاعت السيستم بالفايلات المستحدثه من لحظة ما عملت لوجن على السيستم، تمام؟ أمر اسمه إيه؟ أبديت دي بي. بس اللي نفس الأمر ده هو مين؟ روت. يبقى أدخل سريعا كده بالروت وأقول له أبديت دي بي، هو ده زمان قبل كده، هيطول شوية. أبديت دي بي دوت بيعمل أبديت بيز بتاعت الفايلات اللي استحدثت من أول ما عملت لوجن على السيستم، تمام؟ فيما إيه؟ يعني أول وقت دوت لحد مثلا إيه؟ ما أنا شغال. عملت مثلا 20 فايل 30 فايل، بيعملهم ابديت في الداتا بيز عشان لما اجي انفذ امر اللوكيت بعد كده يقدر يديتكت الفايلات الايه المستحدثه جديدا دي. تمام، طب انت هتقول لي مثلا فايل 10 كان مثلا معمول فتره، عملت لوكيت وجابه، طب انا ما عملتش امر قبل كده ابديت دي بي،
هقول لك ان زي ما احنا خدنا مع بعض الكرون جوبس، تمام؟ في من ضمن الكرون جوبس اللي بتتنفذ دايناميكال مع السيستم لما بيقوم، تمام، ان هو بيرن سكريبتايه فيها امر الابديت دي بي يومي، اول لما السيستم يترن، تمام، بيعمل ابديت دي بي، بيعمل استحداث للفايلات كلها اللي كانت ايه قبل المقفل من ايه السيستم بتاعي، تمام، بحيث لما انا اجي ادخل من اول وجديد يبقى اي حاجه قبل كده مع موجوده فين في الداتا بيس بتاعتي. جيت عملت حاجه كريت جديده، لازم بقى ارن الامر ده ايه ران تايم، ما ينفعش ان هو ده خلاص ما يقومش دايناميك بقى. عايز ما اعملش امر ابديت دي بي، ممكن اعمل ايه ريبوت السيستم بتاعي، هيبقى من بعدها هيقعد فاير على طول قدامي إيه لما اعمل له امر لوكيت. الناس معايا يا جماعه؟ تمام كده، امر ابديت دي بي خلص، ارجع بقى تاني اعمل لوج اوت عشان ارجع لليوزر اللي اسمه وزك، تمام، واقول له ايه لوكيت، تمام، ايه فايل 80 جابوا ايه في ثواني، تمام، ايه كده خلاص انا عملت استحداث للداتا بيس ايه بتاعتي. طب تمام، مفيش اكتر من كده في اللوكيت والابديت دي بي. الشغل بتاعنا كله بقى فين؟ في الفايند. امر اسمه زي ما فايند، بقول له والله اعمل لي فايند على المسار اللي انا واقف فيه، التلد يعني كونت دايركتري بتاعي او دوت كونت دايركتري اللي انا واقف فيه، سواء ديسك توب او اي مسار تاني واقف فيه، او ادي له ابسوليوت بس المسار اللي انا عايزه. بعد كده اوبشن، طبعا اي اوبشن بجيبه بقى، مثلا اقول له طيب هات لي كل الفايلات اللي في السيستم، او بلاش هات لي كل كاركتر ديفايس. طبعا مفيش في الويزك بتاعي كاركتر ديفايس. طب هقول له مثلا هات لي كل الدايركتري اللي في الويزك دي كلها، ايه دايركتري في الويزك في اليوزر دوت، تمام. طب هقول له مثلا والله هات لي كل السوفت لينك شورت كات دي كلها شورت كاتس، جميل. طب اقول له مثلا هات لي وليكن نقول له طيب فايل، يدي له اوبشن داش نيم اللي اسمه ما وليكن فايل 80 جابه لك، تمام. طب اللي اسمه ويزك مفيش حاجه، تمام. استريب تعمل عمليه تعويض عن الايه؟ عن الكاركترز اللي باقيه في الكلمه اللي انا بسيرش عليها، جميل. طب ايه تاني ممكن؟ انا مثلا بقول ايه عايز اسيرش بالسايز، هقول له وليكن لوكيت، فانا بقول له ايه استر دي بتعمل عمليه تعويض عن باقي الحروف اللي ناقصه عندي فين في الكلمه بتاعتي، يعني بياخد إيه؟ اول اربع حروف هما دول الاحتمال، وبعد كده بكمل عليه باقي الاحتمالات بتاعتي، تمام. طب انا عايز اسيرش بالسايز، هقول له فايند في المكان بتاعي، تمام، داش فايل تايب قصدي، عشان اديتكت السيرش بتاعي على الفايلات بس، عشان يقط يبقى العمليه في سرعه في الوقت، وفي نفس الوقت السايز بتاعتهم وليكن 150 ميجا. مفيش عندي حاجه في 150 ميجا، بس عندي حاجه 151 ميجا. طب عايز اجيب كل اللي اكبر من 100 ميجا، اعملها ازاي؟ احط بلس. طب اتاكد من الكلام ده ازاي؟ عندي امر جميل قوي اسمه دي يو داش اتش، واديله اسم الحاجه اللي انا عايز اعرف مساحتها. اقول مثلا دي 7 ماينس، قال لك ايه 151 ميجا، تمام. طب بعد كده تمام، امر اسمه ايه يا جماعه؟ ديو داش اتش، واديله ايه اسم الفايل اللي انا عايز اجيب المساحه بتاعته، يقول لك 150 ميجا. طبعا السلاش دي كانت غلطه مني للاسف، يو اتش دي 7 0 قال لك 151 ميجا. طب اللي بعده مثلا 140 ميجا. طب انا عايز اجيب اللي اقل من سيرش، اجيبه ازاي؟ اقول له فايند داش تايب فايل داش سايز ماينس 100 ميجا. طبعا كل اللي تحت السيستم غير الفايلين دول اكيد اقل من 100 ميجا اكيد، تمام. تمام جميل. شونس بيقول ايه اوبشن اسمه داش يو اس يوزر يستخدم في ايه؟ طبعا يوزر ده يستخدم في المفروض، يعني لو انا يوزر عادي ما اقدرش استخدمه، او لو استخدمته هيقول لي بيرميشن دينايد. تعال نشوف كده مع بعض. هقول له سايز اكبر من 100 ميجا داش يوزر، تمام، وليكن مثلا اوراكل، ما جابش حاجه. طب بص وزن، جميل. طب ليه ما جابش حاجه في اوراكل؟ بلاش اوراكل روت،
ليه؟ لان انا ماليش صلاحيات ان انا اجيبهم. اللي يجيب الموضوع دوت هو الروت. تعالى كده نجرب السيو داش عشان اخش بالروت. واقول له فايند ماشي في الهوم بتاع، او ماشي خليها فين، في تحت السلاش كله تمام داش. طيب فايل داش سايز خليها عباره مثلا من 200 ميجا عشان لو في ايه يوزر اوكي. طبعا هيطول لان هتفهم ان هو ايه بطيء شويه عن اللوكيت، بس اللوكيت انت بتدي اسم الحاجه بيجيبها ديتكت، مالوش دعوه بقى مساحه ولا يوزر ولا الكلام ده كله، انما الفايند بالتفصيل الممل ده غير لسه في ايه فيتشرز ثانيه احسن من الحاجات دي. طبعا عايز تشوف بقى كل الفيتشرز بتاعته والاوبشنز بتاعته فين في روحك اللي هو فين في المانيوال. قلت لك بقى في لينكس انت روح تلاقي في المان شغلك العملي في لو ربنا كرمك عايز تمتحن في اي حاجه المان، مفيش حد بيحفظ حاجه. يقول لك انت بتحفظ كومن في لينكس يبقى ده يعني ما تعملش ايده في السيستم، لا مفيش اي امر في السيستم خالص خالص. دي كلها عباره عن النسبه عباره عن يعني بروجرامز او ابلكيشنز انت بتبعت. جميل، بتبعت لها ايه؟ بتبعت لها بارامترز، وبناء على البارامترز دي بتجيب لك اللي هي مثلا يقول لك ايه الامر الاوبشن والارجيومنت تمام؟ لا ويز ووتش وهو والكلهم ازاي فايند؟ فايند ده يعني دنيا ثانيه زي ما بيقولوا يعني، انما ويز ده حاجه بسيطه جدا فاهمني؟ مجرد بس بجيب المسار اللي فيه المكان الفلاني. طبعا هو هيطول ليه؟ لان هو بيسيرش تحت السلاش كله. بس للعلم حاجه جميله جدا برضك في الفايند ان هي اول مره لو انا عامل انا واتب بسيرش في السلاش يعني في مساحه الهارد كله بالكامل تمام، سواء الهارد بارتيشنز بتاعت السيستم والبارتيشنز اللي هي اللي بره السيستم اللي هي ايه الحاجات الاضافيه بتاعتي مثلا الباك اب البرامج مثلا الفولدرات مثلا تانية البرايفت الحاجات دي كلها فاهمني، بيسيرش فيها كلها بالكامل. بس ده في اول مره هيطول، بعد كده هتلاقي السيرش بقى سريع اكنه بالظبط عمل لها كاش اي شيء الحاجات اللي جابها سيرش اول مره وبعد كده بيقرش فيها تاني، فبيبقى العمليه ايه اسرع شويه. هي اول مره بس اللي بتطول، عامل كده زي ابديت دي بي. ليه؟ لان انا قلت له فايند تحت السلاش كله يعني سبت الشجره كلها بالكامل بسيرش فيها بقى بالبن بالسبن بالهوم باليو اس اي باللي انا عامل له ماونت تحت الميديا تمام بالديف بالاي تي سي كل حاجه تخطو على بالك. الناس معايا؟ تمام. طب على ما الامر ده يخلص لو في حد عايز يكلمني على المايك يتفضل. تمام لسه ما كانش في البرميشنز في الحاجات ديت، لسه بقول لي هادف الفايند. الفايند ده بحر واسع يعني. يا شباب لو في حد عايز يسالني على حاجه على المايك على ما الامر يخلص يتفضل. لو هو مثلا ايه حاسس ان هو هيكتب كتير مثلا في الشات لو عايز يكلمني على المايك شخصيا يتفضل وانا اجاوبه قدام الناس. وما يقلقش صوته مش هيطلع في المايك الحاجه لان انا لابس هيدفون. اتفضل. قطعتا بس للناس ادي اهوت اهو جاب اول حاجه اهو ملف اسمه سيستم 01 تي بي اف، دي تبع الاوركل داتا بيز في السيستم عندي عشان مسطب اوركل سيرفر على السيستم تمام. دي مساحتها اكبر من 200 ميجا ودي مساحتها اكبر من 200 ميجا. عايز تتاكد؟ اوكي ناخد المسار ده كله كده بالكامل ونجيب مساحته كوبي. انا عايز افتح بس الشيل الجديده خاصه بالروت. شفت مساحتها كام؟ 221 ميجا. يعني ايه السيستم مش بيضحك عليك؟ هنا في حاجه. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه سامعك يا باشمهندس. الو يا باشمهندس. سامعك حضرتك سامعني؟ تمام. كان عندي بس سؤال بخصوص سامعك تاب. تمام اتفضل. هو انا كنتش حاضر السكشن بتاعتها فنزلتها من على النت في المحاضرة اللي حضرتك مسجلها. تمام. كان في بس كوتشن خاص في حضرتك، كان كنت شغال على اكزامبل نفتح كروم تاب داش اي طبعا وبيفتح لنا الفيم اديتور اوكي، وكنا بنختار ان احنا عايزين نعمل حاجه معينه في الساعه 2 بعد منتصف الليل، فكنا بنكتب زيرو ناخد سبيس او ممكن سلاش على ما اتذكر ساعة 2 من احنا كنا عايزين الاكزامبل اللي انا اذكر حضرتك بيه ان هو كان بيتكلم
ان انت هتعرض مسج او حدد فايل او ايا كان يعني مالتي بارت. اوكي اول اسبوع كل حد من اول اسبوع. تمام. اخر حاجه بقى كنا اتكلمنا فيها كانت هي ايه؟ الفايند. تمام. انت كنت سالت قلت ان انا ممكن اعمل فايند على البيرميشن. اه ينفع تعمل فايند على البيرميشن. تمام. تعالى اكني واحد مش حافظ حاجه اقول له مان فايند واسيرش جوه المان سلاش اهي. تقول له بقى ايه؟ بيرميشن. والمود المود بتاخد ايه؟ يعني مثلا ايه تقول له الجي بلس دبليو او الجي ايكوال دبليو. تمام. او تجيبها له بالايه؟ بالارقام. جميل. تمام. او تقول له ايه؟ بلس مود. يعني ايه؟ على الاقل سوري على الاكثر في البيرميشن الفلانيه او على الاقل في البيرميشن. تمام. وهكذا. ممكن تسيرش نيور فايل يعني بتدور على فايل احدث من فايل معمول الكريشن قبل كده. تمام. تعال ناخد مثال سريع على بيرميشن. هقول له مثلا فايند تحت اللي هم داش طيب فايل داش بيرميشن نقول له مثلا ايه 3 سبعات. اتاكد كده فايل 3 واخد ار دبليو اكس ار دبليو اكس ار دبليو اكس الفايل واحد ار دبليو اكس ار دبليو اكس ار دبليو اكس. تمام. طب مثلا فايل زي ده دايركتلي واخد ايه او دبليو اكس اس 4. تعال اقول له ايه فايند اقول له فايند داش طيب فايل داش بيرميشن وليكن 6 0. طب انا عايز دايركتلز مش عايز فايلات. قال لك البيرميشن 6 0 مفيش يبقى سوري 7 0 سبعة ايه صفرين. هات كده ديسكتوب داونلودز. تمام. طبعا في ميزه جميله جدا في الفايند ما بيجيب لك حتى الدايركتريز اللي ايه اللي مختفيه اللي هي مسبوقه بدوت دوت اكس ام اس دوت مثلا ريد هات دوت كيو 2 دوت بي كي اي دوت ماتريكس وهكذا. جميل. طب تمام نيجي مثلا زي ما احنا خلاص احنا خدنا ازاي تسيرش باليوزر بالبرميشن بالتايب بال كان بيه تاني. تمام. اقول له مثلا فايند سلاش ديف داش تايب سي دول كلهم اللي تحت سلاش ديف كلهم بكام الكاركتر ديفايس. طب البلوك ديفايس الرامات. تعال ناخد كده حاجه اي حاجه عشوائيه وليكن مثلا ناخد ايه لوب زيرو. تمام. ال ال سلاش ديف لوب زيرو اهو بلوك ديفايس. جميل. تمام. لسه بقى ان انا اخد حاجه جميله ان انا لو لقيت لو انا مثلا صرف ان انا لقيت الحاجه اللي انا بسيرش عليها وليكن زي permission سوري لقيت اللي هو ايه الفايلات ده لو لقيتها نفذ عليها امر نفذ عليها امر ازاي اقوم قايل له داش اكسك نفذ امر ايه وليكن عايز اقول له المهم لي او بلاش منهم اعملهم كوبي في الديسك توب بقول له سي بي. طب بص كده معايا انا بقول له لو لقيت الفايلات ده اعملها كوبي. طب ايه التعويض عن اسماء الفايلات في امر الكوبي؟ ما هو الكوبي بياخد سورس وتارجت او ديستنيشن. بقول له ايه الاثنين هما ايه كيرلي بريسز اقواس المجموعه. تمام. دي تعويض عن اسماء الفايلات. طب ودهم لي فين؟ في المسار اللي انت عايزه سلاش هوم سلاش ويزك سلاش ديسكتوب. طب كده الامر خلص؟ لا. عشان اقفل الامر دوت لازم اديله سيمي كولون. بس عشان اديله سيمي كولون لازم اخلي الانتربريتر يفهم العلامه دي انه ما استخدمهاش لكوماند جروب. ما هي السيمي كولون دي زي ما اتفق زي ما خدنا في الاليس السيشن اللي فاتت. تمام. بتعمل كوماند جروبنج
انا عايز افهمه ان هي مش ان انا مش عايز الاندت بتاعت الامر دوت، يبقى اسميها بايه؟ باك سلاش. تمام؟ وممكن اديله اوبشن داش بي عشان يعرض لك الحاجه ايه قدامك. ايه رايك؟ لقى الفايلات ولما لقاها يوديها في الديسك توب. طبعا كده ال ال على سوري ديسك توب فايل واحد فايل ثلاثه وهكذا بقى. ممكن تنفذ اي امر ثاني انت عايزه. ماشي، وليكن مثلا انا المواد بقى خلاص انا قلتهم في الليل في الديسك توب، عايز انميهم بقى ار ام اف اي، عايز اعمل انتر اكتف بيني وبين الايه الشيل. تمام سوري على ايه انت لقيته. تمام، عاوز تعمل ريجولار فايل اسمه 3 يس، عاوز تعمل ريجولار فايل اسمه 1 يس، ال ال اتشال. طب ارجع تاني في سؤال الفايند القديم. جميل. طب ايه تاني جميل برضه في امر الفايند؟ ممكن بدل ما اقول له اكسك ده، لو انا ما اديتلوش اوبشن يعمل انتر اكتف بيني وبين الشاشه خلاص هينفذ على طول مره واحده. طب انا عايز اقول له وليكن مثلا يسالني، يعني بدل ما انا اديله اوبشن يسالني، لا يعني حاجه تبع الاوبشنز بتاعت فايند يخليه يسالني بيها. ولكن عايز اقول له مثلا لو لقيت الفايل رقم 10 تمام غيره وخليه مثلا ايه وزك 100 بدل وزك 10. اعملها ازاي؟ اقوم قايل له فايند داش سوري تلدا داش تايب فايل داش بيرميشن او بلاش بيرميشن داش نيم وزك، خليها كده مثلا لو وزك 10. لو لقيت وزك 10 ده اعمل لي بقى اوكي. اعمل لي ايه اوكي؟ ام في داش في سموهولي مثلا وليكن او بلاش وزك 100. شو قال لك ايه؟ عاوز تخليه وزك، يعني عاوز تعمل تغير ام في وزك 10 دوت يس بقى اسمه وزك 100. فاوكي غصب عني بتعمل لي انتر اكتف بيني وبين الشيل، سواء بقى جبت الاوبشن بتاع الانتر اكتف او ما جبتوش. تمام؟ جميل. زي ما قلت لك ان انت عندك اوبشن اللي هو اسمه داش اكسك. جميل. والاوبشن اللي اسمه ايه؟ داش اوكي. يعني بقول له مثلا فايند تحت الوزك تمام داش تايب فايل داش اوكي. هقول له ايه؟ فايند داش تايب فايل داش نيم ليكن وزك. تمام، اعمل له نقول له مثلا ار ام داش ار اف. المفروض لما انا اصل امر العادي ار ام داش ار اف بيلم على طول بدون ما يسالني. تمام، العلامتين هما الكير اتنين كيرل براكس دول اسمهم الايه؟ الجريب هولدر. تمام، الهولدر اللي بيعوض عن الاسم التاني، يعني الاسم يعني مثلا وزك دي وزك 100 دي معناها ار ام داش ار اف وزك 100 سيمي كولون ايه باك سلاش سيمي كولون. الصوت ظبط مع الصورة شباب؟ الصوت دلوقتي ظبط مع الصورة؟ ده شيء جميل كده. خلاص انا عرفت كده المشكلة فين. المشكلة ان انا لما كنت شغال معاكم قبل كده كنت شغال على الديسك توب اللي اسمها كي دي اي. تمام، انما الديسك توب دلوقتي اللي انا شغال عليها اسمها جنوم. يعني ديسك توب اللي انا شغال عليه ده الجنوم المفروض اخف كتير جدا من الكي دي اي لان مكتوب بلغه السي، انما الكي دي اي مكتوب بلغه السي بلس بلس باستخدام اي دي اسمه كيو تي، انما الجنوم مكتوب بالسي باستخدام اي دي اي اسمه جي تي كي. فعشان كده زي ما قلت لكم زمان ان الجنوم اخف بكتير جدا من الكي دي اي، و يعني خير دليل ان انت تقول الصوت مع الصوره. يعني حتى لو تاخد بالك عندك هنا بانل وعندك هنا بانل والديسك توب حتى شكلها مختلف قدامك. تمام، حاجه اللي هو تحس انها شكلها عادي جدا عكس بقى الكي دي الخلفيات اللي كانت فيه والكلام ده كله. تمام، هو ايه ده يا نصور؟ مفيش حاجه اسمها ايه ده، ده مش رمز، ده صور، ده الجنوم رمز القدم زي ما انت شايف، ده يعني علامه السنس، انما الكي دي اي علامه الترس. مفيش حاجه رمز ديناصور دي الصراحه يعني. المهم ما علينا. تمام، فايه بيسالني عايز تنين ومش عايز تنين يس يتفهم على طول شكرا. تمام، اخر حاجه بقى عايز اقولها في الفايند
جميل، ان انت ازاي تعمل اندنج بين امرين اثنين داش اند، سوري اند اهو، بتقول له اكسبريشن كذا اند كذا، يعني بمعنى ايه؟ دور لي على الفايلات تمام اللي واخده البرميشن كذا، وفي نفس الوقت المالك بتاعها اليوزر كذا، وفي نفس الوقت الاكسس بتاعها التايم كذا، وهاتها لي. او الاو اللي هي ايه؟ الاورنج يعني ايه؟ هي الاند او اور، الاثنين زي بعض، يا او يا اور. جميل. طب بص كده اقول له ايه؟ فايند داش تايب داش اند اند ايه؟ السايز جميل اكبر من 100 ميجا بايت او 150 ميجا بايت، تمام. ممكن نقول له داش اند يوزر وزك. جميل. هو مفيش الا فايل واحد اللي هو الاي نودز اكبر من 100 ايه؟ و50، تمام. بس دلوقتي في حاجه، انا دلوقتي انا عندي اتنين فايل اكبر من 100، لا ولا فايل، لا فايل واحد سوري اكبر من 150، كان 139 تمام كده، تمام. طب بص كده معايا، لما اجي اقول له، لو قلت له مثلا استنى كده، هقول له اكبر من 200، المفروض ما يجيبش حاجه. طب شوف لما اشيل الاند دي واخليها اورنج، فاهمني؟ طب بص بقى، احنا عايزين نقول له مثلا هات الفايل او هات الفايلات اللي اكبر من 100 ميجا بايت واقل من 200 ميجا بايت. حته جميله دي، يعني بص كده اقول له ايه؟ فايند تحت الهوم دايركتري فايل داش سايز، احنا قلنا ايه؟ اكبر من 100 ميجا بايت تمام داش اند سايز اقل من 200 ميجا بايت، تمام. زيادة تأكيد اكتر، اللي اكبر من 100 ميجا بايت واقل من 140 ميجا بايت، عشان يجيب لي ايه اللي هو ايه؟ دي 7-1. ايه رايك؟ عايز تحط الاو، يبقى هيجيب الاثنين ايه؟ بس كده هيجيب حاجات كتيره، كده هيجيب كل اللي فوق ال 100 ميجا بايت وكل اللي تحت ال 140 ميجا بايت قوي، بس مش منطقي طبعا ايه الكلام ده. طب تمام، ما كنتش عارف. باشمهندس محمد كان بيسال على حاجه اسمها ازاي انت تسيرش على فايل فاضي، تمام صح كده ولا غلط شباب؟ تمام. الصوت ماشي مع الصوره ولا في مشكله؟ جميل. انا هفترض ان انت مثلا ما تعرفش حاجه وجا في دماغك فكره زي الفاند، نعملها ازاي؟ هو ماله مان على الفايند واسيرش زي ما انا عايز، واقول له ايه كلمه امتي، قال لك داش امتي اهو، في اوبشن اسمه داش امتي، فايل از امتي اند ايرور ريجولار فايل او دايركتري، تمام. يعني ممكن يبقى ريجولار فايل او دايركتري فاضي. تعالى نعملها مع بعض. هقول له والله تاتش تمام، بس انا عندي كتير جدا فايلات فاضيه مش مشكله. هقول له ام كي داير، نسميه مثلا فولدر تمام، كده دايركتري ده فاضي. هقول له فايند داش امتي، شوف كان جايب دايركتري ولا لا، اللي هو فولدر. طب اقول لك حاجه جميله، ما نيجي نشوف كده، نشوف اوبشن في الفايل بيسيرش على الحاجات، يعني يشوف حاجه وما يجيبليش الحاجات المخفيه نوت هيدن. تعالى كده نشوف المان في الفايل، اقول له ايه هيدن كده، ما فيش حاجه خاصه ايه، يبقى لازم يجيب الهيدن مع اي حاجه، ما فيش مشكله. فايند انتي، طب خليها ايه؟ ماشي. طب عشان نخليها ديتكت قوي ممكن نخش جوه فولدر، تمام.
بي دبليو دي ال ال جميل ال ال داش ايه تمام. لا هو اصلا قال لك في المانيوال ان ايه؟ ان الامتي بتيجي مع الريجولار فايل او الدايركتيف، لان بالفعل اصلا الكاركتر ديفايس، البلوك ديفايس، السوكت، البايب، السوفت لينك، دول كلهم يتقطع على فايل تاني تمام. البلوك ديفايس ده ديفايس هاردوير، يعني جزء رامات، بارتيشن معين، هارد معين، ستورج ديفايس، يو اس بي فلاش. الكاركتر ديفايس زي التي تي واي، البي تي اس، المونيتور بورت، الماوس وهكذا. البايب عباره عن ملف بنقل فيه حاجه او اوديها على حاجه تانيه، زي ما هنشوف دلوقتي ايه مع بعض انواع الفايلات. والسوكت حاجه عامله كده زي ايه؟ حاجه لها خاصه بالشبكات، وبتستخدم اكتر، سوري، بتستخدم اكتر مع ايه؟ مع اللوج. الحاجات اللي بنعملها فين؟ في اللوج. جميل. طب نتست على الموضوع ده ازاي؟ بص كده معايا، انا هقول له تاتش، سوري، تاتش فايل وليكن 1 2 تمام. وفي نفس الوقت اقول له ام كي داير لداير امتي تمام، وداير جميل. واقول له في نفس الوقت برضه سي دي داير فول تمام. وبعد ما تروح لداير فول، او بلاش، مش لازم سي دي، ممكن اقول له يعني الام اي داير داش بي اللي داير فول، نخلي تحتيه مثلا وليت سب داير. وبالمرة كمان عشان نقول له ايكو هاي في فايل 2. ده كله طبعا ده بالكوماند جوجل. انا عملت ايه؟ عملت في الاول فايلين، فايل 1 وفايل 2، وعملت دايركت ودايركت سنكتي ودايركت الفول، وفي نفس الوقت عملت سب دايركت تحت دايركت الفول عشان يبقى دايركت ده فول مليان، وكتبت الفايل 2 عشان الفايل 2 ايه مليان برضه الكتابه تمام، عشان نشوف الامتي هتجيب ايه. المفروض كده الامتي هتجيب فايل واحد وداير امتي، يبقى اقول له فايند في المكان اللي انا واقف فيه داش امتي تمام. قلت لك اهو فايل واحد وداير امتي، وصح سب داير، المفروض الدايركتوري ده فاضي مفيش تحتيه حاجه، قال لك ان الدايركتوري ده ايه فاضي تمام كده. معنى نكون خلصنا الفايل. في اي حد عنده سؤال في الفايل قبل ما تنال الاي نودز؟ اي حاجه تيجي في دماغ الواحد كده، زي ما كنا بنجيب افكار كده في الكون جوبس مع بعض. عايز تستخدم الاوبشن داش انت مع الاوبشن داش ديليت تمام. نشوف الاول كده اوبشن داش ديليت بيعمل ايه. ديليت فايلز ثرو تمام ماشي. فايند داش انتي داش ديليت تمام كده معناها ايه؟ لما فايل واحد ورمى السب دايركتوري ورمى دايركتوري انتي، بس خد بالك في السب دايركتوري رمى الداير فايل كمان معاها، يعني داير فول اتلمى. ليه؟ عامل كده زي ما هو كده دلوقتي، عامل طبعا عمل ريكيرسيف ريليشن، عمل علاقه عكسيه ان هو لما الصب دايركت والفاضي، ولما كمان ولما فضى يعني صب دايركت لما اتشال بقى دايركت والفول فاضي، اما ما هو كمان. فهمتني؟ تمام. لا مجهود جميل. ما هو بص هو مش علاقه عكسيه، هو لما الاول فايل، الفايل الفاضي مش مكتوب فيه لما، طب جه عند الداير انتي لما داير فول دخل جواه لقى سب داير، رمى السب داير. طب ما هو لما رمى السب داير، داير فول بقى يعتبر فاضي، قام رمى كمان الداير فول. تمام. ايه تاني؟ شباب دي طبعا من مزايا لينكس ان هو فلكسبيلتي مفيش فيها كلام يعني. طب ماشي، لو انتوا مش عايزين تسالهم اديكم انا بقى ايه تسقيه حلوه قوي كده تعملوها. اه طبعا، بس خد بالك انا بتعامل دلوقتي على السيستم كيوزر ريجولار يوزر وزك، انما لو انا اتعاملت مع الحاجات دي بالروت، اوعى حد يعمل الكلام ده بالروت يا جماعه، مفيش حد يطبق الكلام ده بالروت. لو انا قلت له فايل داش انت داش ديليت، هو اكيد
كده مليون مليون المية مفيش أصلا، يعني مفيش فاضية، أو في دايركتوري فاضية في السيستم، بس لا في دايركتوري في محجوزة للسيرفرات فاضية، لغاية لما تيجي تاخد السيرفرات تكونفيج أنت فيها وتعمل الكاشنج والكلام ده كله فيها، فاهمني؟ فبلاش ممنوع منعا باتا الأمر ده يستخدم بالروت. ويت كده الدعم الفني بقى يكتب على الجروبات حاجة كده هنت من ضمن الهنت، يعني ان يا ريت ما يطبقش امر فاهم داش انتي مع الروت، يعني الامر ده كده يا ريت ما يطبقش مع الروت عشان ما نلاقيش ايه شويه ترابل شوتنج كده حلوه تقابلنا. يعني لا مش لازم تكون روت، انا طبقت روت قدامك كيوزر عادي، انما لو انت استخدمته كروت انت هتمسح ملفات سيستم، يبقى طبعا كده في مشكله، ده في مشكله فظيعه، ان يعني في اصلا مسارات محجوزه للسيستم فاضيه. يعني ابسط مثال، ابسط مثال نروح بعيد ليه، بص في الروت تمام، بص كده معايا سلاش ال ال ام ان تي، الدايركتور ده فاضي بس الدايركتور ده محجوز في السيستم عشان اعمل فيه اكسس فيه البيانات بتاعتي من البارتيشنات اللي فايل سيستم مختلف عن فايل سيستم بتاع لينكس. تخيل انا قلت له فايند تحت السلاش داش ام تي داش ديليت، هيروح يديليت الام ان تي، ما انا روت اقدر اشيله. اه طبعا اليوزر عادي ملوش بيرميشن هو اكسس ياكسس الدايركت بتاع روت، لان الهوم دايركت بتاع روت سلاش روت، الهوم دايركت بتاع ويزك سلاش هوم سلاش ويزك، وهكذا الاوراكل وهكذا اي يوزر تاني عندك في السيستم، احمد محمد شريف ربيع وات ايفر بالظبط السي يو. ماشي خد التاسك ده يا جماعه، انا عايز اقول له تحت الهوم دايركت بتاعك الناس هتشتغل كيوزر عادي مش كروت، ده التاسك على اليوزر عادي تمام. عايز اقول له اعمل لي سيرش في المكان اللي انت واقف فيه تمام على الفايلات اللي سوري الاشياء اللي في السيستم عندك من النوع فايل تمام، وفي نفس الوقت تبقى خاصه بيوزر وليكن اليوزر بتاعك تمام، وفي نفس الوقت تكون البرميشن بتاعتها 7 5 5 تمام، ولما تلاقي الحاجات دي غيروا للبرميشن بتاعتها ل 5 7 7. عايز ناس كده تكتب لي ايه في الشات الامر ده اتكتب ازاي، نعيد تاني، انا عايز اسيرش على المكان اللي انا فيه على الحاجات اللي من نوع يعني الحاجات اللي من نوع فايل واللي خاصه باليوزر بتاعي واخده البرميشن 7 5 5، ولو لقيتها اغير البرميشن بتاعتها ل 5 7 7. بصوا يا جماعه التاسك اهو تمام كده، التاسك بيقول لك ايه هات لي كل دور على هوم كل الحاجه تحت هوم دايركت بتاعك اللي واخده من نوع تايب من نوع ايه سوري التايب بتاعتها من نوع فايل والاونر بتاعتها من نوع يوزر واخده البرميشن 7 5 5 تمام، ولو هي موجوده البرميشن بتاعتها ل 5 7 7 زي ما انت شايف في التاسك. لا برضه الناس اللي عامله كوماند جروبنج انت دلوقتي بتقول له فايند كذا 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 وكوماند جروب تشينج مود 3 7، لو انت جيت نفذت الامر ده عندك هيقول لك الامر ده غلط، لان تشينج مود 3 7 على ايه؟ طب اعمل ريفرش عندك ولا حاجه فايند. لا غلط ما ينفعش، مفيش حاجه اصلا في الكوماند في التشينج مود اسمها تشينج مود ايه 3 7 اتنين جزء، لا ما ينفعش. افتكر انا قلت ايه؟ يعني انت ما بتحطش كوماند جوجل السيمي كولون اللي بتتحط شنو؟ بص يا جماعه معايا مفيش مشكلة، فايند في الهوم دايركتري بيوت بس سلاش هوم سلاش ويزك تمام داش طيب اف. الناس طبعا ما خدتش بالها ودي تركايه بتوقع الناس وممكن يجي سؤال زي ده في الامتحان، دي معناها ان انا بقول له كذا كذا بس في الاخر قفلتها باند اولسو، يعني انا عايز اعمل اندنج بين الثلاثه ان من التايب فايل وفي نفس الوقت اند يوزر ويزك وفي نفس الوقت برضه واخد البيرميشن 7 5 5، لو لقيتها تعمل ايه؟ داش اوك او داش اكسبت تمام تشينج مود تمام 5 7 7 للي انت لقيته باك سلاش سيمي كولون.
تمام. لو جينا كده نطبقه مع بعض، بص كده معايا، تعالى وليكن نخلي الفايل ده او نعمل تاتش لفايل 10 ونديله بروموشن 7 5 5 لفايل 10 تمام، واقول له فايند في الهوم دايركتوري بتاعي داش تايب فايل داش اند داش يوزر ويزك داش اند داش بيرميشن 7 5 5. لو لقيتها اوك تشينج مود 5 7 7 للي انت لقيته باك سلاش سيمي كولون. شفت بقى فايده الاوكي؟ ان انا كنت ممكن اعدل في الملفات سيستم، اقول له لا انا مش عايز اعدل في الملف ده، هو ده اللي انا عايز اعدل فيه اللي هو 10. لا ايه رايك 5 7؟ معايا يا شباب؟ الناس فهمت ايه اللي حصل ولا ايه؟ لا انا عملت اوكي ليه؟ عشان لو عملت اكسك مش هيطلع لي ان هو يسالني انت عايز تغير ولا ما تغيرش، يبقى انا كده هغير ملفات في السيستم ممكن توقع لي السيستم. يعني بص، ملف زي اكس كلاينتس ده اللي مسؤول عن الـ عن الـ عن حاجات في كونفيجريشن كارت، يعني في كونفيجريشن الشاشه لما استخدمها ايه ككلاينت وسيرفر، دي ادفانسد نفس وضع كلاينت ستيفل. لو انا عملت الحاجات دي غلط 5 7 7 مش مفهومه، ده مجرد اكزامبل جه في دماغي فقلت لكم عليه. فلما احط اوكي انا بفيد نفسي عشان ما ادمرش حاجات في السيستم، يا يس يا نو. تمام، عامة كده كده ان شاء الله الفايل اللي انا بعمله دوت هرفعه، هيترفع تاني، هيبقى ده الابديت التكمله بتاعت اللي هو ايه، زي ما انت شايف كده ان انا بادئ فيه كتابه من الاول. ده كله اتناقش فيه في السيشن بتاعت رقم 6 اللي هو السكادر بروسيس والكرون تاب الجدوله والفايند سوري وال الجلوبال فاريبل واللوكال فاريبل والفايند اخر حاجه خدناها، وده التاسك بتاع ايه الفايند. طيب اليوم ده على كده نغير بس اول شيء يا جماعه، معلش اسف، عشان اي ناس تشوف السوليوشن ده ما تعملش اكسك وتنفذ معاها تعمل ايه. اوكي، القصه كلها ان انت تمام لما بتيجي بتخزن بيانات في الفايل سيستم بتاعنا اللي من نوع اكس تي 2 او اكس تي 3 تمام واكس تي 4، المفروض ان المسميات ده الاكس تي 2 دي عباره عنها السكند اكستندد تمام، والاكس تي 3 دي عباره عن اسمها الثيرد اكستندد، والاكس تي 4 دي عباره عن الفورث الايه اكستندد تمام. ماشي، ايه الفرق بين الثلاثه دول اساسا؟ ده فايل سيستم زي الفات واليونتي في اس والحاجات الباقيه تمام. السكند اكستندد ده كان موجود زمان جدا ايام من اول ما قالوا يا لينكس تمام، بس كان بيستخدم الفايل سيستم، يعني هو الاكس تي 2 اكس تي 3، بس كانت القصه كلها ان كانت المشكله الوحيده اللي فيه تمام ان انت كان عندك مشكله رهيبه جدا اسمها ايه؟ الباور فيلر تمام. لو حصل عندك باور فيلر في الوقت ده هو لما السيستم بيعمل ستارت بياخد تمام بياخد اكتر من كذا ساعه لما السيستم بعد ما يعمل ستارت، وبيجبرك ان هو بيعمل ايه فول تشيك مش لو تشيك مش كويك تشيك تمام. عمل جورناليزيشن في 3 و4 تمام، قال لك ان انت ايه عندك اوبشن تمام تو ميك الو او كويك تشيك على ايه، على الفايل سيستم ايه بتاعك تمام، ده انقطاع التيار ايه الكهربائي زي ما انت قلت. جميل، فالوقتي المفترض ان الاي اكس تي
CV is a journalization تمام XT 2 عشان تتغلب على مشكلة الباور فيلر. جميل تمام ماشي. طب ايه تاني؟ الداتا بتتخزن في الفايل سيستم ال XT3 كالاتي بحاجة اسمها الاينودز. الاينودز دي اختصار لحاجة اسمها الاينودز تمام، اختصار لكلمة اسمها الاندكس تيبل تمام. اندكس ايه تيبل اللي هي الاينود، سوري اسف معلش، اندكس نود تمام. والاندكس نود ده تكون موجوده في حاجه اسمها الاندكس تيبل. بمعنى ان دلوقتي عندك اندكس تيبل جواه يعني متقسم ارقام واسماء، ارقام واسماء تمام. المفروض ان السيستم بتاعك سيستم ريد فايلز فروم اينود تمام، but human الشخص بيريدز الفايلز فروم هيومن ريدابل ايه نيم. تمام، بمعنى انت عندك بص كده معايا، انا بستخدم الامر اللي بعرض بيه الاينود بدي اوبشن اسمه داش اي، هو ده الاينود. رقم ثابت عامل زي رقم القومي كده بتاع البطاقه بتاعتك، رقم ثابت للفايلات وللدايركتري كمان تمام. الاندكس تيبل بيتكون من الاينود تمام والميتا داتا يعني المعلومات الوصفيه للرقم ده. ايه المعلومات الوصفيه للرقم ده؟ البرميشنز، اليوزر، الجروب، السايز، الكريشن تايم، والاسم. انا السيستم، السيستم بتاع الاوبريتنج سيستم بيخاطب الفايلات بالاينود، بيتعامل معاها بالرقم. انا كيوزر بتعامل مع الحاجه ايه؟ باسمها. بس الاسم والكلام ده كله ميتا داتا، معلومات وصفيه من الرقم ده اللي اسمه ايه؟ الاينود تمام؟ الناس معايا كده؟ طب الدايركتوري لاينود؟ اه الدايركتوري لاينود. لما اجي اقول له مثلا وليكن دايركتوري اهو، بص كده معايا الديسك توب ده الاينود بتاعه الرقم ده تمام؟ طب لو جيت اعمل، طب بلاش ده، خلينا في حاجه ايه؟ مفيش فيها حاجات كتيره قوي. ماشي تمام. داير تلاتة فين؟ داير تلاتة فاضي. طب ال في بي اش توتش بي فاضي تمام. حاجة أقول له إيه؟ ال ال داش أي أي على الدايركتوري اللي اسمه إيه؟ بص كده معايا ال إيه؟ ده إيه؟ ده أينود ال بي، دايركتوري ال بي، ودايركتوري ال بي تحتيه دايركتوري اسمه سي، ده الأينود بتاعها، والسي تحتها والدايركتوري دي كمان تحتيه فايل، ده الأينود بتاعه. طب والسي؟ الاينود بتاعه ما ظهرش، عشان اظهر الاينود بقى مثلا وليكن بتاع ال A ده الاينود بتاع ال A، والاينود بتاع ال C ده الاينود بتاع ال C. يبقى كده ركز معايا، انا عندي اهو ده الاينود بتاع ال A، ده رقم الدايركتري بتاع ال A، وده رقم الدايركتري بتاع البي، وده رقم الدايركتوري بتاع السي. جميل. الارقام دي ثوابت، الناس دي ما بتتغيرش تمام. انا
دلوقتي عايز اقول لك بقى لما بعمل كوبي ايه اللي بيحصل، ولما بعمل كات ايه اللي بيحصل، ولما بعمل ديليت ايه اللي بيحصل. خلاص، وليكن هناخد مثلا تتعامل بالاوامر مع الارقام. ممكن تدور بقى مثلا في المانوال بتاع الاوامر تنها للسيستم، بس انت الحاله الوحيده اللي بتتعامل فيها بالارقام بالاوامر ان انت لما بتيجي بتعمل ديبج للفايل سيستم بتاعك عشان تريكفر اي لوست داتا بتاعتك ايه فقدتها على السيستم، على السيستم، على الفايل سيستم بتاعك اللي هو اتش تي 2 او 3 او 4. تمام، انا باجي اقول له مثلا والله ال اس سوري، هقول له سي بي داش في اي بي فايل، هاخد اطلعه مثلا بره عندي هنا بفايل برضه ايه 600. لا الرقم مش بديل للاسم، انما الرقم بيوصف معلومات كتيره. سوري يا جماعه، بيوصف معلومات كتيره من ضمنها اسم الفايل، بس السيستم بيتعامل مع الحاجه بارقامها، انما انت كيوزر بتتعامل مع الحاجه بايه؟ باسمها. زي بالظبط موقع زي ياهو دوت كوم، موقع ياهو دوت لو جيت تعمل عليه ان اس لوك اب هيطلع لك اي بي. الاي بي ده كشبكات يعني كراوترات وحاجات من دي والكلام ده كله بتتعامل في الاي بي بالعنوان. احنا كيوزرز ما نقدرش نحفظ الارقام، بس ممكن نحفظ الاسماء. جميل، ممكن تستخدم الاي بي، بس ايه؟ مش في كل الاوقات. تمام، انا معاك ان انت ممكن يعني تاكسس من خلال الرقم بدل الاسم، بس انا بجيب لك مثال توضيحي ان يعني السيستم بيتعامل مع الحاجه بارقام بالاينود. تمام، وفي بعض الاول ممكن تستخدم الاينود مفيش مشاكل. بص بس معايا في المثال ده، انا دلوقتي عملت كوبي من فوق 600 في هنا في المكان دوت. خليك فاكر ادي الاينود بتاع فايل 600 الاساسي. طب اللي انا كوبيرته اللي هو ده، قارن كده الرقم ده بالرقم ده، اتغير ولا ثابت؟ هاي شباب كده الرقم قدامك متغير ولا ثابت؟ جميل جميل، الرقم كده قدامك ايه؟ متغير. تمام، طب لما اجي اخلي الرقم سوري، اما اجي اعمل ايه عمليه القط، هقول له ام في فايل 600. بس خد بالك انا هعمل قط الفايل 600 اللي هو هنا، هوديه فين؟ هوديه تحت الديسك توب بنفس اسمه برضه، وقال ال ال اش اي ديسك توب فايل 600. اتغير ولا ثابت شباب؟ لا ثابت. اتغير ازاي؟ انا بقول لك ايه، ده وده. ايه معناها؟ ان في عمليه الكوبي، تمام، في عمليه الكوبي الانبوت تشينج بتتغير، تمام، وفي عملية القط الاي نودز تمام فيكسد ثابتة. جميل، يعني ايه بياخد موقع جديد؟ بص يا سيدي، انا لما اجي اعمل كوبي تمام اكني بالظبط رحت حجزت في السيستم رقم جديد ونقلت الداتا، عملت نقل للداتا تمام، انما في عملية القط انا ما نقلتش الداتا. امال عملت ايه؟ انا خليت الاينود ثابت زي ما هو، بس غيرت المسار. واخد بالك؟ غيرت المسار، بس خد بالك الكلام ده يعني انا دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا في فاي، انا في بارتيشن واحد. طب افرض لو نقلت من بارتيشن لبارتيشن، بس فين؟ في الاي تي تي 3. يعني انا عندي في السيستم بتاعي اتنين منفصلين اكس تي 3 واكس تي 3، وبنقل من بارتيشن لبارتيشن، ايه اللي يحصل؟ باخد قط، الايمود هيتغير ولا هيفضل ثابت؟ دي تاسك هديها للناس وتعملها وترد عليا ايه؟ على الجروب. تمام؟
عندك اتنين بارتيشن وليكن اس دي اي 1 او اس دي اي 2، ده اكسس دي واكسس دي، بتنقل تعمل كات من فايل او دايركتري من هنا لهنا، شوف الاينود هيفضل ثابت ولا هيتغير. معايا يا شباب؟ ليه بيتغير في الكوبي اونلي؟ لان من هنا ممكن تاخد بالك من حاجه. انا عايزك تعمل مره عمليه كوبي وعمليه كات لداتا كبيره شويه، لداتا كبيره شويه، شوف هتاخد قد ايه، واعمل لها كات وشوف هتاخد وقت قد ايه. تلاحظ ان الكوبي، تمام، عمليه الكوبي هتاخد وقت اطول من عمليه الكات، لان هو بالفعل بينقل الداتا، او زي ما بيقولوا كده ايه، بيكتبها من اول وجديد. انما عمليه الكات هو مجرد غير المسار بس، نفس الرقم بيشاور على نفس الحاجه. يعني عامل كده بالظبط زي ايه، بطاقتك ضاعت، تمام، وانت طلعت عليها بدل فايد، هتاخد منك وقت طويل. طب افرض بطاقتك ضاعت وانا لقيتها، تمام، يبقى انت كده ايه، بطاقتك جت عندنا عندنا، يعني ما خدتش مثلا حوالي يوم، انما لما تطلع مثلا بدل فايد مسكت مثلا 7 8 ايام. هي دي بالظبط الفرق بين عمليه الكوبي وعمليه الكات. ده في الفا... ده فين الكلام ده، فين في الفايلات سيستم اللي من هو اكس تي 2 3 4. انا ماليش دعوه الفات، لان تي اف اس كل فايل سيستم شغال باستراتيجي والجوريزمات معينه. بس الفايل اكس تي 2 اكس تي 3 اكس تي 4 اسرع بكتير جدا من اي نوع فايل سيستم تاني، تمام. انا بقول لك انت وليكن معاك بطاقتك ضاعت، تمام، او مش ضاعت، إيه انت ده تاني نقلتها لي، تمام، عبال ما جات لي مثلا خدت يوم او يومين في البوسطه وكده. طب انت يا سيدي في الحاله التانيه ورحت بعدها عملت محضر عشان تعمل بدل فايد على البطاقه، يعني بدل فايد دي معناها ايه، هتتكتب البطاقه من اول وجديد بالبيانات المخزنه سابقا عندهم، هتاخد حوالي 8 ايام فلنفترض يعني جدلا. بس انت لما ادتني البطاقه وبعتها لي في البوسطه، يعني ما بقتش معاك الوقت اهو، تمام، جات لي في يومين. ده الفرق الجوهري، ان لما اكتب الحاجه الاول وجديد هتاخد وقت، عكس ما تحولها لي على طول. جميل، نيجي بقى من الحته دي تدخلنا في نقطه جميله جدا، تمام، اسمها الايه، الهارد لينكس. حفظ الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم السلام عليكم.